بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أحمده سبحانه على ما عرفنا به من توحيده وأشكره على ما خصنا به من تسديده وأستغفره لما سلف من عصيانه وأستوفقه لفضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يصلي عليه وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم وطهرهم واجتباهم وآثرهم وسلم يا ربنا تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا رب. ما زلنا بصدد الحديث عن حديث السنة النبوية المشرفة على صاحبها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم وآله وصحبه أجمعين. حديث السنة النبوية عن القرآن الكريم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الاجتماع حول مأدبة القرآن الكريم في الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. هذا حديث جاء في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه عن سائر العلماء أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن نجتمع على الخيرات وأن نتعاون عليها، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون يكون بالاجتماع على أمر من الأمور التي تنفع الناس وتنفع المسلمين في الدنيا وفي الآخرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضل نوع من أولئك المتعاونين والمجتمعين في أمر من أهم الأمور وأجلها،
هؤلاء هم الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله أو في مجلس من المجالس ليتعلموا كتاب الله سبحانه، ليقرؤوه بالتدبر والفهم الذي أمرنا الله به في كتابه عندما قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن تحضيض ودفع من الله سبحانه وتعالى لنا ولطلاب العلم وللعلماء والمتعلمين ولكافة الناس أن يتعلموا كلام الله سبحانه وتعالى وأن يتدبروه وأن يتفكروا فيه وما جاء فيه من الآيات والحكمة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عندما تتوقف مع هذه الآية ومع قول الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ماذا تعني هذه الآيات؟ كأننا وصلنا إلى حالة من التقاعس عن البحث في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما جاء فيه من الأحكام والتزكية والأخلاق والقصص، وكأن هذه القلوب أغلقت دون البحث والنظر في كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله على سيدنا رسول الله لسائر البشر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظيم الفضل وما أعده الله تبارك وتعالى لأولئك الذين يجلسون هذه المجالس ليتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى حقيقة وعقيدة وتزكية وأحكاما وأخلاقا وما جاء فيه مما يحثنا على البناء والعمران وما ينهانا عن الفساد في الأرض وما يأمرنا به ربنا من أبواب البر بكل أشكاله وصوره. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله وقد أخلصوا نياتهم لله سبحانه وتعالى، يتقربون بتلك المجالس إلى ربهم نرجو رحمته ونخشى عذابه، فنسأله سبحانه أن يكتب هذه المجالس في ميزان حسناتنا وحسنات أهلينا وأبنائنا وذرياتنا وهذه الأمة، وأن يرفع بها درجاتنا وأن يدفع عن أمتنا ما حل بها من الكيد والمكر وما إلى ذلك. آمين يا رب العالمين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء بيت من بيوت الله بصيغة التنكير يعني للتوسعة والتيسير، لم يخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعينه، لم يخص المسجد الحرام في هذا الأمر، الاجتماع حول مائدة القرآن ومدارسة أحكامه وما جاء فيه من البينات والهدى، ولم يخص مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يخص المسجد الأقصى، وإنما مجيئه بصيغة النكرة هنا يفيد العموم والشمول،
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، أي بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، وتعلمون ما أعده الله تبارك وتعالى للذين يتلون كتابه، وما بينه من فضل لهؤلاء على سائر البشر. قال سبحانه في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب، في آية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفي الآية التي تسبقها يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته ليس معناها فقط التلاوة بأحكامها التجويدية، وإنما تلك التلاوة التي بنيت على فهم ووعي على قدر استطاعة الإنسان وعلى قدر استطاعته في طلب العلم وعلى قدر ما هيأ له الله سبحانه وتعالى من أسباب طلب العلم وعلى قدر ما يسر الله تبارك وتعالى لهذا العبد من الجلوس بين يدي أستاذ يقرأ عليه من كتاب الله بتفسير بعض آيات كلام الله سبحانه وتعالى، بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لذلك الآية التي بعدها تبين لنا أن هذه التلاوة ليست تلاوة مجردة، إنما هي تلاوة مبنية على فهم وتدبر لكتاب الله. قال: أولئك يؤمنون به. أولئك يؤمنون به، هل يتحقق هذا الإيمان؟ والإيمان كما تعلمون رتبة أعلى من الإسلام، والله والعبد يتدرج من الإسلام إلى الإيمان، فهي درجة عليا. عندما يقول ربنا سبحانه: أولئك يؤمنون به، هل الإيمان بالقرآن يبنى فقط على قراءته؟ هل يبنى فقط على قراءته؟ يبنى على ماذا؟ على معرفته، معرفة ما جاء فيه من البينات والهدى، معرفة أحكامه، معرفة ما جاء فيه من العقيدة والأخلاق، معرفة مراد الله تبارك وتعالى من آياته الكريمات في كتابه سبحانه. لذلك أعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء من الفضل ما لا يحصى. يقول سبحانه في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب هذه الآيات تبين لنا ما أعده الله تبارك وتعالى من الفضل لأهل القرآن وهذا البرنامج العلمي بعنوان محكم التنزيل علينا أن نستثمر هذه الفرصة حتى نستفيد من كل كلمة ألقيت على مسامعنا تدفعنا إلى التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بما جاء فيه من آيات الله والحكمة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين وهن أمهاتنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وذكر آيات الله والحكمة لا يتوقف عند حد تذكر الآيات مجردة وإنما تذكر الآيات والعمل بمقتضاها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إذن تلاوة القرآن لا تكون تلاوة مجردة يترتب عليها عمل قرأوا القرآن ثم بعد ذلك أقاموا الصلاة لأن هذا أمر جاء في كتابه سبحانه أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وافعل ماذا صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فهؤلاء القوم الذين يمتدحهم ربنا سبحانه وتعالى في كتابه لم يقرأوا القرآن قراءة مجردة وإنما قرأوه وعملوا بما فيه وقرأوه وتدبروا ما جاء فيه تلوا كتاب الله سبحانه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى لذلك بشر ربنا فقال يرجون تجارة لن تبور اللهم اجعلنا منهم ليوفيهم أجورهم لا تنتظر أجرا في الدنيا عن هذه الأعمال عن قراءتك لكتاب الله وإن كنت ستؤجر عليها حتما لكن ما عند الله خير وأبقى لكن كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن فمن أراد أجر الدنيا حتما سيأخذه بالقرآن لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد وعد بذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم من كرم ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يهيئ
وينفذ وعد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ليس هذا فحسب، وإنما يترتب على ذلك شيء عظيم جدا، المغفرة وشكر الله سبحانه وتعالى، إنه غفور شكور. فكأن تلك النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد الذي تمسك بكتابه وعمل بمقتضاه وما جاء فيه، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه النعم شكر من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، إنه غفور شكور. والعبد يجب عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه الله تبارك وتعالى ومنحه من النعم ما ظهر منها وما بطن. ومن أجل ما ينعم العبد، من أجل ما ينعم الله به على العبد، هدايته لقراءة كتابه وفهم ما جاء في كتابه سبحانه وتعالى. ثم إنك إذا وفقت لقراءة القرآن والعمل بما فيه الذي يترتب عليه الثواب العظيم، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، لا تغتر بما قدمت أو بما آتاك الله تبارك وتعالى من العلم. وخير العلم ما علمه العبد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من أوتي القرآن فقد أوتي ثلاثة أرباع العلم، لكن من أوتي القرآن بمعرفته والوقوف عند ما جاء فيه من حلال أو حرام ومحكمه ومتشابهه وما جاء فيه من الأخلاق والعبر، إذا آتاك الله تبارك وتعالى هذا الفضل فلا تغتر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآيات: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من جلس في مجلس لقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه الله لهذا الأمر، وهيأه لهذا الأمر، وهيأ له أسباب هذا الأمر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهنا في التعبير بقول الله سبحانه وتعالى أورثنا دقة عجيبة، لم يقل الله سبحانه وتعالى ثم علمنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى ثم منحنا هذا الكتاب أو أعطينا هذا الكتاب من اصطفينا من عبادنا، وإنما قال ثم أورثنا الكتاب، جعله الله تبارك وتعالى ميراثا. ما العجيب هنا؟ الميراث يكون لمن؟ للمستحق لهذا الأمر. هل يكون هناك ميراث لغير الفرع الوارث؟ يكون، تكون وصية، تكون هبة قد أعطاها العبد في حياته لواحد من الأقارب الذين لا يرثون في تركته. فقول ربنا سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كأن هؤلاء الذين أوتوا القرآن يستحقون هذا الأمر، مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لذلك عبر ربنا في هذه الآية بقوله أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والميراث يكون بالأسانيد المثبتة والأوراق وما إلى ذلك، والقرآن الكريم كذلك مع فارق التشبيه، وإنما هو تشبيه للبيان.
والقرآن كذلك، تأخذه وتقرأه عن شيخك، وشيخك قرأ عن شيخه، وشيخه قرأ عن شيخه، إلى أن ينتهي بهم هذا السند إلى أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى سيدنا جبريل، ثم إلى ربنا سبحانه وتعالى. سلسلة متتابعة، سلسلة الإسناد. فإذا علمك الله تبارك وتعالى ومنحك كل هذا الفضل، فعليك أن تتواضع لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي منحك بعد أن هيأك لهذا الأمر، وهو الذي علمك. فاتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى وتواضعا لله سبحانه وتعالى، رفعك الله تبارك وتعالى درجة في العلم، درجة في الدنيا، درجة في الآخرة. من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، قدمه الله سبحانه وتعالى حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. ومنهم مقتصد، تدل متوسط الحال بين المرتبتين. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وإن كان هذا السابق بالخيرات أفضل هؤلاء الثلاثة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ربما أخره في ترتيب الآية حتى لا يغتر، وقدم الظالم حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وجعل القيد بإذن الله مع السابق بالخيرات، أي أنه ما سبق بعلم عنده، وإنما سبق بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه، لم يقل بإذن الله. ومنهم مقتصد، لم يقل بإذن الله، وإنما قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، حتى يتنبه ويعلم أنه قد أوتي هذا العلم وأوتي هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد وفقه الله له ووفقه للقرآن. ثم بعد ذلك أعظم الجزاء الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وقبلها وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فجعل في القرآن الكريم الدواء والشفاء وذهاب الهم والغم والحزن، كله في القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح ضد الحزن، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بالقرآن فقد أنعم عليه بالفرح والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وإذا يعني تحدثنا عن تلاوة كتاب الله وفضل تلاوة كتاب الله لانقطعت بنا المجالس ومرت علينا الساعات دون أن نوفي هذه الكلمات حقها، تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعرضون أحكامه ويعرضون آياته، يستعرضونها ثم يقومون بشرحها وبيانها وتفصيلها، تفصيل مجملها، وكذلك بيان ما فيها من الأحكام الشرعية، وكذلك ما جاء فيها من الأخلاق والقيم والسلوك الحسن الذي يبعث على الألفة بين خلق الله سبحانه وتعالى، والود الذي أخبر عنه ربنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا. بسبب ماذا؟ بسبب كلام الله وبسبب قربهم من الله سبحانه وتعالى. ولم يأتي الإيمان في القرآن منقطعا عن العمل، آمنوا وعملوا. ومدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى عمل، ومن أجل أنواع العمل ومن أعظم أنواع العمل. ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. والسكينة جاءت في القرآن الكريم ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده، في بعض الآيات جاءت ينزلها الله على عباده في موضع القلق أو الخوف، أو عندما يريد الله أن يثبت قلوب المسلمين. يقول الله سبحانه عن سيدنا رسول الله وصاحبه الصديق أبي بكر عندما كان في رحلة الهجرة، فأنزل الله سكينته عليه عندما حدث نوع من الخوف من تجاه سيدنا أبي بكر رضي الله عنه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى سيدنا أبو بكر أن يصيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الأشياء التي يعني تضره صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى سكينته بعد أن قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. عندما تستحضر المعية تنزل السكينة. لذلك وجب على الجالسين في مجلس من مجالس العلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن يستحضروا عظمة الله، وأن يخلصوا نياتهم لله، وأن يستحضروا معية الله. إن الله معنا سيؤيدنا بالفهم، سيؤيدنا بالعلم، إن الله سيمدنا بالتقوى، سيمدنا بالقرب منه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وكل تلك الأوصاف مدد ومنح من الله سبحانه وتعالى. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. جاءت السكينة في موضع آخر في القرآن الكريم، فأنزل الله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لذلك بدأت البشريات في هذا الحديث بعد بيان هذه الجماعة من الناس الذين يجتمعون في كتاب الله سبحانه وتعالى حول مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى، تأتي هذه البشريات إلا نزلت عليهم السكينة. أول الأمر حتى يأمنوا وتستقر نفوسهم وتطمئن قلوبهم ويهدأوا. فإذا اطمأنت القلوب وسكنت فقد هيئت لطلب العلم. قلنا بالأمس إنه من المهيئات للطلب ماذا؟ أول شيء إصلاح القلب، إصلاح القلب. فالله تبارك وتعالى يمن علينا بهذا الفضل بركة من عنده سبحانه ومددا من عنده سبحانه بنزول السكينة، فيستقر القلب وتطمئن النفس وتهدأ. عندئذ نتهيأ للاستقبال. نتهيأ لماذا؟ للاستقبال وللتعلم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، أظلتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. هل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. تتنزل علينا السكينة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتغشانا الرحمة، اجعلنا منهم يا رب. وتحفنا الملائكة. وهذه المجالس
التي تحفها الملائكة، وجود الملائكة في موضع من المواضع رحمة من الله سبحانه وتعالى، لذلك هم ينصرفون عن مواضع المعاصي ولكنهم يقبلون على العباد في مواضع الطاعات والعبادة والعمل الصالح، وفي مواضع مذاكرة العلم النافع تحفهم الملائكة ويستغفرون لهؤلاء الجالسين في تلك المجالس رحمة من الله ورأفة بعباده. لذلك سنتحدث عن حول حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين أجمعين، الماهر بالقرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، الآن نتحدث عنه إن شاء الله بعد هذا الحديث. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وهنا نتوقف بعد كل هذا الفضل من نزول السكينة ونظلل بالرحمة وتحفنا الملائكة، اللهم أمين يا رب، يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده، اللهم أمين يا رب، يا رب تقبل يا رب. إذا ذكر الله تبارك وتعالى عبدا من عباده في من عنده أو في ملأ عنده، هل هناك فضل أحسن ولا أعظم ولا أرجى من هذا الفضل؟ من ذكره الله سبحانه وتعالى، هل هذا العبد ينتظر شقاء بعد ذكر الله له؟ هل ينتظر تعبا أو عنة بعد ذكر الله له؟ هل هذا العبد يقبل على معصية الله بعد علمه بذكر الله له؟ أبدا والله. وذكرهم الله في من عنده، وكن على يقين من هذا الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. في الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهاتنا أمهات المؤمنين أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن أو يقرأه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. الله تبارك وتعالى يضرب لنا الأمثال في كتابه، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال في حديثه في سنته. وما هي سنته صلى الله عليه وسلم؟ هي ما ورد، كل ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وأنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أنكم تعرفون أو تعلمون تعريف السنة النبوية المشرفة، ولكن لماذا أقوله؟ لأنني أجد بعض إخواني وأبنائي وزملائي يعدون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور على رأس سنته صلى الله عليه وسلم، وربما أخذوا به مجردا عن كل سنته صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يقول:
هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب أن تستحضر دائما يكون في ذهنك وفي عقلك وفي حديثك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول، فقوله صلى الله عليه وسلم كفعله صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة، أو يحثنا على فعل أمر من الأمور أو الانتهاء عن واحد من الأشياء المنهية عنها، كتركه صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فبعضهم مثلا، ونحن في أشهر الحج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام هذا العام وكل عام على وجه الدوام والتمام يا رب العالمين، رزقنا زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم عندما تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مثلا تقديم الطواف طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، تراه يقول لك ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعني من هذا القول. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث إلا ليبين أن الأمران على السواء، أن الأمرين على السواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على الناس من خلال كلامه، لأنه صلى الله عليه وسلم وهناك أمور يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم استشرف أن هذه الأمة في وقت من الأوقات سيزداد عددها وتكثر ربما بعض المشكلات في مناسك الحج بسبب تزاحم الناس على منسك من المناسك، أو شعيرة من الشعائر فيه، أو ركن من الأركان، أو واجب من الواجبات، فيترتب على ذلك فساد للحالة العامة، يترتب على ذلك هلاك للنفس البشرية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح الباب. فعندما سأله الرجل عن طواف الركن طواف الإفاضة قبل الرمي قال افعل ولا حرج، من سأله عن الحلق قبل الطواف قبل الرمي قال افعل ولا حرج. هذه الأمور عندما تطلقها على بعض الناس يقولون آخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب إذا أخذ الناس كلهم بفعله صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج مثلا، ترى ما الذي سيحدث؟ وقد زادت أعداد الحجيج في بعض المواسم عن 3 مليون مثلا، 3 مليون حاج. كيف إذا توافدوا على رمي جمرة العقبة الكبرى مرة واحدة؟ لذلك الفقهاء والعلماء بدأوا في التيسير على الناس في هذه الأمور أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال، مثل الماهر بالقرآن، مثل السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق فله أجران، له أجران. الماهر بالقرآن الذي يتلوه حق تلاوته، الذي يعرف أحكامه، الذي يعرف متشابهه، الماهر الذي يستطيع أن يبين لك ما في هذا القرآن من المعاني، ما في هذه الآيات من المعاني. إن سألته عن شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى أجابك، وإن سألته عن حكم من أحكام القراءة أجابك، وتسعفه الكلمات والألفاظ في التعبير عما يريده لبيان هذا المعنى المطلوب أو لبيان هذه التساؤلات. كل هذه أمور تكون يسيرة لأنه ماهر بالقرآن. هذا مثله مثل السفرة الكرام البررة. من هم السفرة؟ الملائكة. ما معنى السفرة؟ السفرة من الملائكة، والسفرة
جمع سافر أي كاتب، وهي على نفس وزنه كاتب. والسفر هو الكتاب، يبقى سفر كتاب، وسافر هو الذي كتب هذا الكتاب. فهؤلاء ملائكة يكتبون هذه، الملائكة الكتبة، مثل السفرة الكرام البررة، وهم يكتبون الخير. وكذلك يثبتون أعمال العباد. يقول ربنا سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة. فنبينا صلى الله عليه وسلم شبه قارئ القرآن بهؤلاء الملائكة الذين ورد ذكرهم في هذه الآية، بأيدي سفرة كرام بررة. كرام يكتبون كل خير، والكرم فيه مجامع الخير. لا يشترط أن يكون معنى الكرم العطاء المادي فقط، أو الإطعام ويعني سقي الناس فقط، وإنما الكرم يكون في الأخلاق، في المعاملات، في العلم، في الآداب، في السلوك، في القيم، في حسن الجوار. الكرم في التبسم في وجه المسلمين، وألا تخرج عليهم عابس الوجه. الكرم في قبولك للآخرين وتسامحك معهم، واستقبالك لأقدار الله سبحانه وتعالى. نقول هذا إنسان كريم النفس، نفسه كريمة طيبة، تستقبل كل شيء برضا وطيب خاطر، كما تبذل المعروف عن طيب خاطر. اسم جامع لكل خير. مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة. البررة جمع بار، البررة جمع بار. والبررة هذه الكلمة جاء استخدامها في القرآن الكريم مع الملائكة فقط دون البشر. والأبرار استخدمت في القرآن الكريم للبشر دون الملائكة. لماذا؟ لأن الأبرار جمع قلة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ويقول في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فالأبرار لفظ استعمل في القرآن الكريم للناس، للبشر، للمسلمين، للمؤمنين، للمؤمنين. واستخدم فيه جمع القلة نظراً لأن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، فالمسلمون عامة، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسلم لله سبحانه وتعالى. لكن الإيمان مرتبة خاصة، لذلك استعملت مع من؟ مع المؤمنين، مع المحسنين، مع المتصدقين، مع هؤلاء. أما البررة فهي جمع كثرة، لذلك عبر بها عن الملائكة، لأن حال الملائكة ماذا؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. طيب، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. آمين يا رب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إذن فالبررة استخدمت في القرآن الكريم مع الملائكة، والأبرار استخدم مع من؟ مع المؤمنين. فمثل الماهر بالقرآن جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة التي هو فيها ماهر بالقرآن الكريم بأحكامه بتلاوته بما جاء فيه، مثله مثل السفرة الكرام البررة. طيب، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني زي ما بنقول كده بيقرأه بالإيه؟ بالعافية. أنت ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بقراءة جزء أو جزئين من القرآن أو ثلاثة أجزاء، لو أنت قرأت ثلاثة أجزاء ربما هو يقرأ ثلاث صفحات، ربما، وربما قرأ صفحة واحدة، وربما قرأ صفحتين، وربما قرأ ربعاً أو ربعين من أرباع القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه يتتعتع، القرآن شاق عليه، الآيات تغلبه، لا يستطيع أن يقرأ القرآن بسهولة ويسر. هل هذا ليس له أجر؟ أبداً، له أجر كبير أعده الله تبارك وتعالى له، له أجران: أجر التعتعة، أجر على هذه المشقة التي يلاقيها في قراءته للقرآن الكريم، وأجر القراءة التلاوة، أجر مجاهدة نفسه للإقبال على هذه التلاوة. أجر التعتعة، لا سيما وإن كان وإذا كان هذا الرجل في مسجد من المساجد وهو يقرأ. وبالمناسبة، يعني إذا جلست في مسجد أو في مجلس من المجالس ووجدت من يتتعتع في كتاب الله، لا تتفاخر عليه، وإذا علمته شيئا تواضع بين يديه، لا سيما إذا كان رجلا كبيرا مسنا وأردت أن تصحح له كلمة، فعلى استحياء وبتواضع وبإحسان في القول والمعاملة، لأن ربنا سبحانه يقول: وقولوا للناس حسنا. واعلم عندما تتوجه إليه بهذا التوجيه أن الله هو الذي علمك، لا تكن مثل قارون عندما قال: أوتيته على علم عندي. لا، الذي علمك هو الله، الذي وفقك هو الله، والذي أيدك هو الله، هو الذي يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشرف الخلق: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم، ولا بين قلوبهم، قلوبهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. هذا التأليف يحتاج إلى عزة وإلى حكمة، إلى غلبة على الأمر، إلى قدرة على التصرف في كل الأمور والشؤون، وكذلك إلى الحكمة
فربنا سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين بهذه النعم، ألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أنت كذلك إذا أردت أن تتوجه بالنصيحة لواحد من خلق الله من الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى وهو عليهم شاق، توجه إليه بلطف وبرفق وبلين، لأنه يجاهد في اتجاهات متعددة. هتيجي أنت الآخر يعني تتكبر عليه أو توجه له الإرشاد بطريقة لا تليق، ربما كنت عونا للشيطان عليه وجعلته يقنط من هذا الأمر ويبتعد عن القراءة أصلا. أنت زهقتني كده خلاص، أنت زهقني خلاص يا سيدي ما عدتش قارئ، ويترك القرآن بسبب ماذا؟ بسبب توجيهك غير اللائق. ولو أنك توددت إلى هذا الرجل وأشعرته أنك الذي تتعلم منه، وتذكر تعليم سيدنا السيدين رضي الله عنهما الحسن والحسين للرجل الذي أراد أن يتوضأ، ماذا فعل؟ لم يأتي إلى الرجل بشكل فيه نوع من الكبر أو الغطرسة أو غيرها، وإنما توضأ أمام الرجل وحكم الرجل في وضوئهما، فتعلم الرجل. وقد قصرنا كثيرا، نحن الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم بحفظ القرآن وبمعرفة أحكامه وبمعرفة ما جاء فيه من البينات والهدى، قصرنا كثيرا وأشغلتنا الحياة الدنيا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا على تقصيرنا. إذا وجدت كطالب علم أنت أو كعالم، إذا وجدت واحدا من أبناء المسلمين شاردا بعيدا عن طريق الهداية، فاعلم أن لك سبب من أسباب التقصير في حق هذا الرجل. لو أنك قمت بدورك وبواجبك على الوجه الأتم ما شرد هذا الشرود، وما ابتعد هذا الابتعاد عن طريق الجادة وعن طريق الحق. ولو أدينا دورنا كما ينبغي لا هدانا الله سبحانه وتعالى ووفقنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وفي القائمين عليها، وأن يهدينا إلى الحق والخير بإذنه إلى صراط الله المستقيم، وأن يهدينا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يثبتنا وأن يرد عن أمتنا كيد المعتدين وحقد الحاقدين وشماتة الشامتين، وأن يبارك في ولاة أمر المسلمين وأن يوفقهم لما فيه صلاح أمر البلاد والعباد، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.